السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما تشوفون إخواني، يعني ملازم أو ضابط بالجيش أنه احتدوا عليه المتظاهرين، لكن أنا ذكرت قضية، وهذه القضية هي في زمن الحسين سلام الله عليه في معركة الطف، أنه جون جاء الإمام الحسين قال له اترك المعركة فإنها ليس لك، يعني مو لك هاي المعركة، مو لك هاي المعركة، قال له اتركها وأسس عيالك، يعني ارجع إلى البلاد عيش حياتك. قال له مولاي أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدائد أترككم. هسه ذول أخواننا المتظاهرين، هسه احنا هم ما قايلين شيء، ولا احنا راح نعطيكم النجوم، نحن هم ناس بسطاء خلف الله على الدولة انه ترجعكم ما ترجعكم، لكن انتم تحتدون على الملازم على الضابط بهاي الطريقة. جزاه الله خير هذا الضابط انه يعني تصرف وياكم مهنية، ورجل حافظ على نفسه وحافظ عليكم، لكن انتم على قولت اللي يقول شلون اخواتنا من يتكلمون يعني اهل العرب يقول يطيح بالرقبة، انتم طحتوا عمه بالرقبة. الثانية وبعد انتم تركتوا العراق في وقت شدته، في وقت داعش دخل البغداد، وانتم خفتوا على انفسكم، خفتوا على ارواحكم، كنتوا تاخذون 8 سنوات 9 سنوات كانت عقودكم، 8 سنوات و9 سنوات تاخذون رواتب، لكن من دخل داعش لا خفتوا، خفتوا خفتوا على انفسكم، خافوا تموتون، لانه انتم الموت ما يصرف لكم، يصرف لكم بس الرواتب، ورجعتوا قعدتوا يم عيالكم، من شفتوا صارت على قول ذاك يقول لك قله نفاهيه، وصار الوضع تعدل وداعش طلع وطلعتها ولد السمرة، انتم هسه برستوا، شو تريدون؟ تريد تردون للجيش، يعني في وقت شدة العراق انتم تركتوه، وفي الرخاء تلحسون القصاع مالته. لا، هذا انتم يسمونكم هاربين من الزحف، هذا الهارب من الزحف هارب من المعركة، يعني في جهنم وبئس المصير. اترك، انا ما اقول لك انه الدولة، الدولة بيها الانسان الزين والمزين، بيها الانسان المؤمن، لكن هذا مصير عراق، مصير عراق، مصير العراق، يعني احنا لو ما بعض الناس لا اليوم داعش داعش تقتل حتى للجنوب، وانت تركت في وقتها، انت تركت من؟ تركت العراق، والان الطالب، الطالب شنو؟ تريد ترجع حقوقك، تريد ترجع للجيش على مود يصير راتبك 1.5 مليون، خوش حتى لا تريد ترجع وتريد مطالبك تكون باحترام، مو تتعدى على الضابط وتضرب ضابط وانه يعني تسيل دمه وتحاول تستفزه على مود يقتل واحد من عندكم. جزاه الله خير، يعني الرجل تصرف بمهنيه، وانا احتب كثير العتب يعني انه على بعض اخواننا الشرطه المفروض يردوكم لان انضرب صاحبكم قدامكم. وانا بالنسبه لي يعني الشيخ الصيادي اشكر طبعا رئيس الوزراء المحترم انه لان كرمه لمهنيته هذا الرجل، وانا اشكره انه ما صار الدم العراقي لان كفانا دم، ودعتكم وصل طفح الكيل بينا، هو ايدي ما صرفنا يعني اكثر من المي اللي صرفناه، صرفنا دم العراق، فاحنا مو يوميه سايل الدم طبعا. ونشكر احنا هذا الضابط العراقي، نشكر جميع الذين تصرفوا في حكمه وفي نزاهه، ونسال من الله سبحانه وتعالى ان يحفظ العراق بحق محمد وآل محمد.